طيب كلام محترم، بس الكلام اللي جاي محترم برضو جدا جدا، لان كنا انا وانت بنتكلم كتير قوي على فكره رد الجميل، والنادي الاهلي اصلا كان عندنا برنامج اسمه رد صحيح الجميل، صحيح ودايما النادي الاهلي حريص ان هو يفتكر القدامى والرياضيين اللي قدموا كتير، والناس اللي ارتبط اسمها بالنادي الاهلي وقدمت يعني او كانت جزء من صناعه هذا التاريخ المحترم للنادي الاهلي. فحاجه مشابهة خلينا نقول في لفتة طيبة برضو، بس هنا للاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة اللي حرص على تنظيم فعاليات التقدير وتكريم قدامى اللعيبة الرياضيين الحاصلين على ميداليات بارالمبية، وكان كمان يعني بصوا في مرحلة أو في حالة كده هنقول سعادة رائعة جدا في اليوم ده، وكان في اجتماع بالرياضيين سواء كمان أنت بتتكلم على مستوى الشخصي أو مع الناس، وفكرة أن أنت تقول لهم يا كريم أو تقول لحد قدم كتير وخلينا نقول مشواره انتهى لكن اللي قدمه لسه موجود واسمه لسه موجود، تقول له شكرا. على فكره بتفرق بشكل طبعا كبير جدا، طبعا يعني شكرا والله كلمه طبعا. امال ايه؟ بسيطه بس طبعا بتفرق، بتفرق جدا. او تقول له احنا فاكرينكم وفاكرين انجازاتكم الرياضيه برضو بتفرق بشكل كبير. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. النهارده تكريم الرواد، وده يعني اهم ما في الموضوع، ان مش تكريم عادي، مش تكريم عادي، ناس بنفتكرها او بيفتكرونا بعد 30 و40 سنه من تحقيق ميداليات بارالمبيه. رجعونا زمن بعيد جدا وزمن جميل جدا. كل الشكر للاتحاد العربي وللشيخ الدكتور خالد الثاني رئيس الاتحاد الشرفي للاتحاد العربي، وشكرا للكابتن ايهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي، لانه فعلا رجعونا 30 و40 سنه ورا، واتمنى ان اولادنا يحققوا احسن مننا ان شاء الله رب العالمين. النهارده احنا بنكرم الرواد اللي حصلوا على ميداليات اولمبيه بارا اولمبيه قبل سنه 85، لان دول طبعا جيل اصبح عدد قليل منه بس الموجودين النهارده. فاحنا لقينا من واجبنا في الاتحاد العربي الكابتن ايهاب حسنين رئيس الاتحاد اقترح الفكره على اعضاء مجلس الاداره، وبالفعل تم الموافقه عليها ان احنا نكرم الرواد سواء بقى في مصر او في العالم العربي. الحقيقه طبعا هي خطوه مهمه جدا، لان الرواد دول مش بس حققوا بطولات لبلدانهم، لا كمان في حاجه مهمه قوي ان هم شعله نور وطاقه امل لكل الناس اللي عندها مشكلات في الحياه وبتشكي ان انا مش قادر انجح، مش عارف انجح، محدش بيساعدني. فالابطال متحدي الاعاقه دول قدروا يتغلبوا على الاعاقه بتاعتهم اللي هي اصعب حاجه، ويحققوا نجاحات كبيره جدا تبهر مجتمعهم وتبهر العالم كله. الميداليه دي اللي احنا حصلنا عليها كانت سنه 84، ميداليه فضيه سنه 84. لما يجي التكريم بتاعها السنه دي حاجه احنا فرحانين بيها جدا، يعني كلنا على فكره، كل الفرقه كلنا مبسوطين جدا ان حصل لنا تكريم يعني وكده، هو الحمد لله يعني. هو النهاردة دي كانت يوم الأمل، يوم السعادة، طبعا بفضل سفير السعادة سعادة الدكتور الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ابن عبد الله الثاني، اللي طبعا الرئيس الفخري للاتحاد العربي، ان اول لما عرضت عليه الفكرة رحب وقال نكرم الأبطال من ذوي الإعاقة. الفكرة عبارة عن ان احنا قلنا نكرم 25 سنة دورة بارالمبية من سنة 1960 ل 1984، فحصرنا كل اللاعبين العرب اللي عدوا 60 سنة وكرمناهم. طلع في الوطن العربي 16 لاعب ولاعب، مصر فيها 8. فالنهارده كان التكريم الأكثر من مصر، كانوا اتكرموا هنا في نادي القاهرة، وأنا سعيد إن نادي القاهرة بعد الحفلة أعطى هدية لكل لاعب اتكرم النهاردة، العضوية الفخرية للنادي. يعني أنا ابن النادي الأهلي وتربيت فيه من سن 13 سنة أو 12 سنة، وقبليها كنت في مركز شباب. بعد كده جه مصطفى عبيد الله يرحمه، المهندس مصطفى عبيد وسكرتير السباحة في النادي الأهلي، خد الفرقة كلها وأنا كنت معاهم، وكنت بعوم مع الاصحاء، ما بعومش مع ما كانش فيه يعني ايامنا، ما كانش فيه مثلا حته اهتمام بالمعافين دي. فالحقيقه كنت المدرب كان بيعاملني الكابتن عبد الفتاح الله يرحمه، كان بيعاملني معامله واحد عادي، ما عندوش حته بقى ان عندي بقى اصابه في رجلي ولا بتاع، لا 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 لا، كنت انزل واتطحن مع السباحين. والحمد لله حتى في كاس احسن سباح في النادي الاهلي
سن 14 سنة خدت تالت أحسن سباح في النادي في الناشئين، وبعدين اشتركت مع النادي برضو في بطولة الوتر بولو تحت 17 سنة للناشئين، وخدنا بطولة الجمهورية.